مش ناوية تتوضي وتصلي بقى ولا ايه؟ ها؟ ايه؟ بصراحة بسقع من الوضوء وبتبهدل بالمية وايدي بتتبل كل شوية ووشي بكسل اتوضى عشان كده مش بصلي. يا بنتي ماله الوضوء ده نظافة، بتكرهي النظافة؟ يا ماما ما انا ايدي نضيفة ووشي نضيف اتوضى تاني ليه؟ عايزة تلجيني وخلاص، انا مصدقت اتدفيت. روحي طب دلوقتي هخلص مذاكرتي واصلي. يا حبيبتي ده امر الله لازم نطيعه، واللي انت شايفاه نظيف ممكن عند غيرك يكون مش نظيف، في ناس ريحه عرقها بتفوح ومتخيلين ان هما كده نضاف. ما تتعبيش قلبي معاكي. وصرح مصدر مسؤول بوزارة الصحة أنه ينبغي على المواطنين حماية أنفسهم من فيروس كورونا بغسل أيديهم ووجوههم بالماء والصابون والمطهر والكحول والكلور لمدة 40 ثانية كل 10 دقائق، ويغسلوا أيديهم ووشهم كل ما يمسكوا أكرة الباب وكل ما حد يعطس جنبهم أو قدامهم أو وراهم أو حتى في التليفون، ويغسلوا أيديهم قبل ما يخرجوا من باب البيت ويستحموا أول ما يرجعوا من بره. يا خبر يا ماما سمعتي؟ هتشيلي معاكي صابون وكلور وخل وكحول وديتول وبرمنجانات ومطهرات وحمض الهيدروكلوريك ومية بطارية ومناديل مبللة وبخاخات وسبراي عشان الدكتور قال نغسل ايدينا ووشنا كل 10 دقايق عشان الكورونا. غسيل ايه يا حبيبتي؟ المية ساقعة عليكي وهتبلك وتبهدلك، هتبلي ايدك ووشك كل شوية؟ وايه المشكلة يا ماما؟ دي نظافة من الفيروسات. يا سلام، ما هي ايدك نظيفة ووشك نظيف، بتغسليهم تاني ليه؟ قصدك ايه ها؟ بتلمحي لايه؟ قصدي الصلاة اللي ما بتصليهاش عشان مكسلة تتوضي، قصدي الوضوء اللي رافضاه 5 مرات في اليوم عشان خايفة تسقعي وتتبلي. دلوقتي هتغسلي وشك وتستحمي بالديتول كل 10 دقايق ومش همك السقعة والبلل. ليه أمر الله تقيل علينا وأمر الدكتور كأنه منزل بوحي؟ احنا ليه الحاجة اللي في مصلحتنا وهتنفعنا في آخرتنا بنمشي معاها بالعكس؟ حبيبتي كبرت ودخلت الكلية، النهاردة أول يوم كلية يا قمر، لا تهزري مع شباب ولا تقعدي لازقة في زميلك في المدرج ولا تسلمي عليه ولا حد يلمسك. النبي صلى الله عليه وسلم حرم السلام بالإيد بين الست والراجل الغريب، وحرم الاختلاط بين الشباب والبنات عمال على بطال بالضحك والهزار، وحرم الخلوة ما تقعديش مع شاب لوحدك. بقولك يا ماما الله يخليكي ما تحبكيهاش ها، وكفاية عقد، احنا زمايل يعني، هما مش جربانين علشان اهرب منهم كده. يا بنتي انت ليه بتحسسيني اني اذنبت؟ عشان بخاف عليكي في الدنيا وفي الاخره. محدش هيخاف عليكي قدي، خلي بالك محدش هيفكر في اخرتك غيري، كله هياخد مصلحته منك ويسيبك. طيب ماما شكرا حبيبتي على خوفك، حصل لنا الرعب. سلام بقى عشان متاخر، وعلى فكره هسلم على اصحابي الشباب وهقعد جنبهم في المدرج وفي الاتوبيس وهطلع معاهم الرحلات عشان هم بني ادمين مش حيوانات. انت محسساني ليه انهم زومبي وهياكلوني؟ يلا باي. ربنا يهديك يا بنتي روحي، ربنا يهديك. جاءنا البيان التالي آخر أخبار فيروس كورونا. صرح مصدر بوزارة الصحة بضرورة الابتعاد عن أي شخص مسافة لا تقل عن متر، وتجنب السلام باليد، وتجنب الحديث مع أي شخص عن قرب، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة أو النوادي أو الحدائق أو المطاعم أو الكافيهات والمساجد والكنائس، وعدم الخروج في رحلات أو مشاوير طويلة، وقعدوا ببيتكم ما تتعبوناش معاكم. ازيك يا جينا؟ عامله ايه؟ كفك. هاي. لا معلش ما بسلمش على حد. ليه؟ ما انت كل يوم بتسلمي عليا ولازقالي. معلش الدكتور قال ممنوع عشان الكورونا، ومعلش مش هنتقابل تاني، وهنوقف الخروجات والرحلات، وهنلغي البارتي بتاعت عيد ميلادي عشان الفيروس منتشر وكده خطر علينا. انا خايفه عليك. خايفه عليا ولا خايفه على نفسك؟ وات ايفر، خايفه وخلاص. طبعا ده لسان حال ناس كتير مننا، الدكتور يأمرهم أمر يصدقوه يبقوا رهن إشارة منه، لكن دينهم يأمرهم نفس الأمر يبقى تقيل عليهم ومش متحملينه. أصل الدين ده أمانة مش أي حد يشيلها، أمانة رفضت تشيلها السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان. بس مين من الناس هيحفظ الأمانة وينفذ الوصايا؟ البنت تسمع كلام المدرسة والمستر ومدير المدرسة وصاحبتها والبواب، وتيجي عند والدتها صوتها يعلى وتقلش على كلامها وتضحك على نصايحها وتتخنق منها، مش طايقة تسمع كلمة من أمها حتى لو دخلت تقدم لها صينية سندوتشات بس عشان الأستاذة ملهاش نفس تاكل، تشخط فيها وترفضها منها بقلة ذوق. مش هقولك انت كده بتعاملي أمك كأنها خدامة عندك، لا حضرتك لو عندك خدامة مش هتشخطي فيها كده وهتخافي على زعلها أكتر من كده. وده برضو بيرجعنا لنقطة إن أوامر ربنا عز وجل تقيلة علينا، ولأنه أمرنا ببر الوالدين بنعمل العكس، بنشخط فيهم، بنعلي صوتنا عليهم، بنخالفهم في الصغيرة قبل الكبيرة، مع ان مفيش حد في الكوكب ده كله
بيحبك قدهم وبيخاف عليك زيهم. طيب ان الاوان بقى اننا نتغير ونغير الدنيا دي كلها. اللي عايزة تشتري نفسها وتشتري الجنة تسمعني وتستنى، اللي عايزة تبيع اخرتها وتخسر جنتها تسد ودانها وتكمل في طغيانها. من النهاردة كلام ربنا عز وجل ورسوله مقدم على اي كلام لحد تاني، قبل كلام الدكتور والمدرس والمدير، اوامر الله قبل اي امر. غسلنا ايدينا 20 مرة علشان الكورونا ورفضنا نغسلها 5 مرات بس عشان نصلي، وهكذا في كل امر الهي بيوصلني. بمشي كلام طوب الارض على رقبتي، واجي عند كلام اللي خلقني واقول التعب والكسل فصلني. لحد امتى هبيع اللي يوصلني؟ لحد امتى هكسل وانام؟ لحد النار ما تحصلني؟ حد يبيع جنة أبدية عشان دماغ ناشفة وعنادية؟ حد يسيب فروض وسنن رسوله ويقلد الأمريكانية والفرنسية والهندية؟ هينفعوكي بإيه في الآخرة؟ كلهم هيهربوا، هيجروا على حوض النبي علشان يشربوا، هيقول لهم ما عرفكوش ابعدوا. تحبي تبقي معاهم ويتقلك روحي للي كنتي بتسمعي كلامهم؟ روحي للي قدرتيهم واحترمتيهم وعليتي مقامهم، ولا تحبي تبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحبابه، تبقي جارته وتقابلي زوجاته وأصحابه؟ يلا الحقي نفسك وخدي عهد مع الله، مش هحب ولا اسمع ولا نفذ كلام حد سواه. واشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.